أي نعم، المعلومة صحيحة. المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أخذ قرار في رفع الحصانة عن السيد القاضي أنس الحمادي، هو قرار مخالف للقانون وسيكون محل طعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية، وسيكون محل طلب في توقيف التنفيذ. ووفقا لفقه قضاء المحكمة الإدارية المستقر، قرار المجلس الأعلى المؤقت للقضاء سوف يكون مآله في الأصل الإلغاء، أو ربما أكثر من ذلك التصريح بالمعدومية. واستعجاليا أي في إطار مطلب توقيف التنفيذ، أنا لا أشك للحظة أن السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية سوف يأذن بإيقاف تنفيذ قرار رفع الحصانة، خاصة أنه كان لا فقط مختل من الناحية الشكلية ومن الناحية الإجرائية، ولكن خصوصا معناها مهزلة ومسخرة. والتاريخ لن يرحم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء فيما ذهب إليه من قرار. وأستغرب أن قضاة، معناها قضاة سامين، يقع جرهم إلى التجاذبات السياسية، تركيع القضاء، تركيع جمعية القضاة التونسيين، أيا كانت سلطة رئيس الجمهورية أو وزيرة العدل أو حتى المجلس المؤقت للقضاء العدلي، يليق شبيه أنه يدخل في تجاذبات سياسية. ومن الغريب أن رفع الحصانة كان بناء على شكاية تقدم بها أحد المحامين. المحامي هذا تقدم بشكاية في الجمهورية، قال راو في يوم ما وقت كانت الجلسة منتصبة ادخل قاضي اللي هو سي أنس الحمادي وتوجه نحو رئيس الدائرة وقال له من فضلك سيد الرئيس أرفع الجلسة. هالواقعة هذه قدم فيها شكاية المحامي، وكل جمهورية أش للمجلس المؤقت للقضاء بعث لهم قال لهم راو فما محامي شكا وهني نبعث لكم للنظر في إمكانية رفع الحصانة. يعني حتى طلب رفع الحصانة بشكل صريح ما تمش. الحكاية في الحقيقة معناها مضحكة ولكنها مبكية في نفس الوقت.